بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالضيوف الكرام في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا COVID-19، سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، والدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. وننوه بأن المؤتمر الصحفي يبث على الهواء مباشرة وينقل على موقع وزارة الصحة بأربع لغات مختلفة، كما يشارك في المؤتمر الصحفي السادة الصحفيين بشكل مباشر من خلال المنظومة الإلكترونية. بداية مع سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، تفضلي سعادة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي الذي نهدف من خلاله كما عودناكم في المؤتمرات السابقة باطلاعكم على كافة المستجدات في موضوع التعامل مع فيروس كورونا COVID-19 في مملكة البحرين. وبداية نشيد بكافة الجهود الوطنية التي يقودها سيدي سمو ولي العهد بروح الفريق الواحد بما يحفظ صحة وسلامة المجتمع. بالأمس أكد سيدي سمو ولي العهد حفظه الله على أن فاعلية منع التجمع تفوق نتائج أي إجراء آخر وقائياً وصحياً، وعلينا جميعاً أن نضع هذه العبارة نصب أعيننا وعليه. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد الاجتماعي. فمنع التجمعات من أهم الإجراءات الاحترازية التي أثبتت فاعليتها في احتواء ومنع انتشار هذا الفيروس. ونؤكد أن لكل دولة خصوصيتها وتتخذ قراراتها على أساس المعطيات والمؤشرات التي تملكها، ونؤكد على هذا لأكثر من مرة. فالمجتمع البحريني الحمد لله أثبت وعيه من خلال تعامله مع تحدي فيروس الكورونا والتزامه بكافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية. ونود أن نطمئن الجميع مجدداً بأن المخزون الغذائي في المملكة وفير، ولا داعي للتهافت على التخزين والشراء بكميات تفوق الحاجة، كما ذكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في المؤتمر السابق. ونؤكد أيضا على أن حماية الدواء والغذاء هي من أولويات حكومة البحرين، وتعمل دوما على ضمان توفيرها للجميع، وتعزيزا لجهود الحد من انتشار الفيروس وتعزيز تطبيق معايير التباعد الاجتماعي. كما أعلن عنه بأنه سيتم إغلاق كل المحلات التجارية والاكتفاء بخدمة التوصيل من مساء هذا اليوم الخميس إلى يوم الخميس الموافق 9 أبريل القادم. وطبعا يستثنى من ذلك محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف والخدمات والمحلات ذات الضرورة المعيشية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وننوه بأن كافة المطاعم سيستمر نشاطها فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل المنزلي، وستعاود جميع هذه المحلات التجارية فتح أبوابها إن شاء الله مجدداً من 9 أبريل إلى 23 أبريل القادم. ونتطلع من خلال ذلك أن يلتزم الجميع، كافة أفراد هذا المجتمع، بالقرارات والتعليمات التي صدرت من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. من جانب آخر، طبعاً تم اليوم إعلان يوم أمس تلقينا طبعاً وأعلنا عن وفاة حالة من حالات التي كانت في المستشفى لمواطن بحريني يبلغ من عمر 78 عام، وكان يعاني من أمراض وظروف صحية. فإحنا بدورنا نقدم تعازينا إلى
أسرة الفقيد وذويه، وفي هذا المصاب ودعواتنا بأن يلهم الأهل جميعاً الصبر والسلوان. ونود طبعاً في نؤكد أيضاً في هذا الإطار إلى أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها لاحتواء ومنع انتشار الفيروس، فأولت المملكة اهتماماً بتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتصدي لهذا الفيروس، ثم فتم توفير طاقة استيعابية عالية لمراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج تفوق بمراحل طاقة الإشغال الحالية. فنلاحظ بأن الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 1677 سرير، ويبلغ الإشغال منها فقط ولله الحمد 249، ونتمنى أن لا تزداد هذه الأعداد. أما الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي بلغ 2504 أسرة، يبلغ الإشغال منها لحد هذا اليوم 139 سرير فقط. وبالنسبة للفحوصات فحص المختبر للفيروس، فقد تم إجراء أكثر من 29,000 فحص مختبري إلى حد هذه اللحظة. وآلية معرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن تواجدهم مستمرة، يعني من خلال عدة وسائل. ونود أن نبين أيضاً أن مراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج يشرف عليها كادر طبي متخصص على مدار الساعة، ونحن بدورنا نثني على جهودهم المستمرة، ونأمل أن يكون هناك تعاون من الجميع معهم لتسهيل مهمتهم ولأداء دورهم الإنساني في هذه الظروف. وأيضاً المراكز الحجر الصحي الاحترازي تمتلك القابلية الكاملة لتحويلها لمراكز عزل وعلاج متى ما طلب هذا الأمر. ونود أن نعلن اليوم بأن وزارة الصحة قامت بتدشين خدمة الإطلاع على نتائج الفحص عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن لأي شخص خضع للفحوصات المختبرية بزيارة الموقع والإطلاع على نتيجته بعد إدخال بياناته الشخصية، كما سيتم تزويده بالتعليمات اللازمة بناء على نتيجة هذه الفحوص المخبرية. وطبعا هذه الخدمة الإلكترونية جاءت سعيا من وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيل على المواطنين والإقيمين، بتكون بأعلى جودة وكفاءة في أسرع وقت متاح اللي يسهم في حفظ صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وطبعا احنا نقدر عاليا كافة الجهود الوطنية المبذولة من فريق البحرين الواحد وعطائهم المستمر من خلال حفاظهم على سلامة الجميع بوعيهم المجتمعي الذي نفخر ونعول عليه في الاستمرار في التعاون، وهذا الوعي المجتمعي الذي ليس بغريب على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وأما الآن فسأترك المجال لمزيد من المستجدات والتفاصيل ليقدمها الأخ المقدم طبيب مناف القحطاني، استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، فليتفضل. شكرا سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بسم الله نبدأ به نستعين. مضمون حديثي في هذا المؤتمر الصحفي اليوم بينصب في فكرة واحدة، وهي فكرة فعلا ضرورية، وما أحب أن هي تكون شعار، لأن هي فعلا تجسد الروح الوطني الواحد اللي هي الشراكة المجتمعية. أتوقع الشراكة المجتمعية مهمة جداً في هذا الوقت بالذات في مواجهة تحدي فيروس الكورونا. طبعاً أنا دائماً أحب أبدأ كلامي بأني أشيد بجميع الطواقم الطبية الموجودة حالياً في مختلف الأماكن في سعيها الحثيث لمواجهة فيروس الكورونا اللي تعمل فعلاً على مدى 24 ساعة. أقول لهم يعطيكم ألف عافية.
حبيت من ضمن الشراكة المجتمعية حسيت ان احنا دورنا مهم ان احنا نشرح لكم الخطوات اللي بديناها. احنا اتوقع صار لنا ما شاء الله 5 أسابيع في مواجهة تحدي فيروس الكورونا. في علم الأوبئة عندنا في مواجهة أي وباء علشان نواجه هذا التحدي بأقل الخسائر، واللي أنا يشعرني بفخر إحنا ربي لك الحمد من الدول اللي فعلا واجهنا هذا التحدي بأقل الخسائر مقارنة ببعض الدول. هناك 3 مراحل رئيسية أحب أخذكم معاي مرحلة مرحلة. قبل المرحلة الأولى هي كانت مرحلة الاستعداد والتهيئ، بديناها في بداية شهر فبراير، حصرنا الطاقم الطبي الموجود، عملنا الخطة الوطنية، حصرنا الطاقة الاستيعابية للعزل وللحجر، وفرنا الدواء، قمنا كل الأشياء هذه حتى قبل حدوث تحدي فيروس الكورونا. المرحلة اللي بتجي بعد التهيئة هي بتكون مرحلة الكونتينمنت، اللي بالعربي احنا نسميها الاحتواء. ممكن شعرتوا فيها في اول 2 أسبوع من تحدينا في فيروس الكورونا. كنت تذكرون في اول مؤتمر صحفي كنا نتكلم على عملية الكشف وفحص المصاب بفيروس الكورونا، وبعدين كيفية عزل الحالة القائمة ومتابعة المخالطين. عملناه وما زلنا نعملها، بس هذه كانت هي اول مرحلة، مرحلة الاحتواء اللي حتى انتم ما شعرتوا فيها ان حياتكم تأثرت فيها. المرحلة الثانية وهي المرحلة اللي احنا موجودين فيها حاليا، واللي يعني ربي لك الحمد يعني قدرنا نستمر فيه لمدة 2 إلى 3 أسابيع، اللي احنا نسميها مرحلة الحد من الانتشار، بالمصطلح العلمي الميتيجيشن. الكل سمع عن احنا استمرينا في اقلاق المعاهد والمدارس، كانت هناك توعية مجتمعية في وسائل الإعلام على كيفية مواجهة هذا الفيروس، تكلمنا على خلك بالبيت والتباعد الاجتماعي وجميعها وجميعها. هذه هي المرحلة اللي احنا ما زلنا موجودين فيها، وجودنا فيها لثلاث أسابيع بدون ما تحسون بتأثر في حياتكم اليومية، في الغذاء، في حصولكم للدواء، في حصول للذهاب للمستشفيات. المطار مفتوح، نستقبل إخواننا البحرين اللي خارج البحرين المقيمين، هذه بحد ذاته أنا أعتبره إنجاز حق مملكة البحرين. المرحلة اللي تأتي بعد الاحتواء الميتيجيشن اللي يسمونها الكبت أو المنع، اللي هي بالإنجليزي إحنا نسميها السبريشن. هذه أقصى درجة من المراحل لحد من انتشار الفيروس الكورونا. من اسمها الكلمة شوية ثقيلة على النفس، المنع لها سيكولوجية كبيرة على 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 التأثير الاجتماعي والنفسي وحتى العقلي. إحنا شفناها حتى اللي طبقوها في الصين. فهي ليست بمرحلة هينة، لكن هي أحد المراحل اللي نحتاج مرحلة من المراحل أن نأخذكم معانا فيها لفترة معينة، وبعدين نفرجها مرة ثانية ونرجع مرة ثانية لمرحلة الميتيجيشن. فهي مرحلة الكونتينمنت إلى الميتيجيشن إلى السبريشن، الاحتواء إلى الحد من الانتشار، وبعدين إلى المنع، وبعدين نرجع مرة ثانية إلى الحد من الانتشار. فبتشوفون إحنا رايحين المنع وراجعين إلى مرحلة الميتيجيشن اللي هي حملة التخفيف من حدة وباء الكورونا. هذه علم يدرس، أنا عاصرته شخصيا في 2002 و 2003 أيام السارس في كندا. من, من, من أنجح الطرق إذا بديناها صح وبديناها من وقت في الحد من انتشار الوباء. بوجودنا في الأسبوع الخامس ولله الحمد وجود طاقم طبي متكامل، ما عندنا مشكلة في الطاقة الاستيعابية، ما عندنا مشكلة في الحجر، ما عندنا مشكلة في الدواء. الحياة اليومية مستمرة، استقبال الحالات العادية في المستشفيات مستمرة. هذه بحد ذاتها صراحة إنجاز كبير، إذا يعني ربي لك الحمد، إذا نقارنها بدول ثانية نشوفها الضغط على الطاقم الطبي، قلق المستشفيات، إصابة الطاقم الطبي وإلى آخره. فهذه بحد ذاتها يعني كرسالة أن نطمنكم أن احنا فعلاً خذينا فيها نوع من التريث. لو الأخوان حطوني السلايد الثاني اللي أنا بتكلم عنه، اللي هي بالنسبة حق الزيادة في عدد الحالات القائمة في مملكة البحرين.
أتوقع هذا السلايد يعطيكم المرحلة من الأولى اللي بدينا الأسبوع الأول إلى الأسبوع الخامس. بتشوفون حالات الزيد توقف شوي والزيد وتوقف شوي. فالأسبوع الأول كان عندنا 6 اللي هي الأفرج بير ويك، معدل الحالات في الأسبوع، زدنا فيها نزلنا شوي فيها 5 بسبب احتوائنا، قدوم المسافرين من خارج البحرين والكشف المستمر ومتابعة الخالطين شيء طبيعي، العدد بيزيد إلى 19. زودنا شوية الإجراءات، نزلنا إلى 16، استقبلنا الحالات الأخرى، استقبلنا أبنائنا وأخواننا اللي جايين من الخارج من الدراسة، فزادت شوية الحالة. فهذه مرحلة فعلا طبيعية. أهم شيء، هل حياتنا تأثرت؟ هل في كان قلق مستشفيات؟ هل لقدر الله صار عندنا نقص الدواء؟ في جميع هذه المراحل 5 أسابيع أتوقع وأنا واحد منهم ما حسيت بتأثيرها مقارنة بالدول الثانية. أنا أتوقع سلسلة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها هي ضمن التخفيف المتبعة في مرحلة الحد من الانتشار أثبتت نجاحها وبشهادة عالمية ودولية. الهدف في خطة التخفيف في مرحلة الحد من الانتشار هو فعلا تقليل معدل العدوى ليصبح أقل من 1، اللي احنا نسميه الار نوت أو الار زيرو. يعني في مرحلة الكبت أو المنع هذه نحاول أن ننزل من حدة الأعداد، أن نشوف الكيرف ينزل تحت، وبعدين نرجع نفتح العملية شوية، ترجع حياتنا شوية طبيعية، وبعدين نغلق مرة ثانية. هذا بتكون على فترات شوية طويلة إن شاء الله، بحول ولا بتحسون فيها، يعني خلال الأسابيع الجاية ولا بتشعرون فيها، بناخذكم فيها خطوة خطوة إن شاء الله. في كل مرحلة في خطة التخفيف تمتد لأسبوعين إلى 3 أسابيع، فبتشوفين ننتقل من تخفيف 3 أسابيع أو أسبوعين، بعدين نفتح شوية، بعدين نضغط شوية، وهكذا. علشان ما أخذ من الوقت الكافي وأخلي الدور حق أختي جميلة تتكلم عن الحالات، أنا أحب أختم برسالة بديت أنا فيها، اللي هي الشراكة المجتمعية. أنا أتوقع هذه هو فعلا منظور وطني يخدم المصلحة العامة، وهي فعلا مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع. وهذا الشيء أنا عندي 3 رسائل أحب أوصلها في ختام كلامي. لو طبقناها في هذه المرحلة ففعلا بنكون من الدول اللي فعلا تخرج بثبات وبنجاح ضد فيروس الكورونا. 3 الرسائل اللي بقدمها في المرحلة اللي بنعاصرها خلال الأسابيع القادمة، أول شيء أنا أسميه الأيدي الآمنة. الأيدي الآمنة اللي هي الحفاظ على النظافة الشخصية. يعني لا تنسون هذا الشيء، من أفضل وأسهل وأرخص طرق العلاج للحد من انتشار فيروس الكورونا غسل اليدين. ما دام احنا بنقعد في البيت الحين، خلينا نعلم اولادنا ونعلم كبار المواطنين، ابائنا، اجدادنا، كيفيه المحافظه على النظافه الشخصيه والحد من استخدام اليدين بقدر الامكان. الشيء الثاني، وانا حبيت هذا الشعار، خليك بالبيت. فعلا هي فرصه تقعد مع اهلك، تشوف عيالك، تلعبون مع بعض في البيت، تمارسون انواع الرياضه وانتم في البيت، فان شاء الله تكون هي فرصه للترابط الاسري. والشيء الثالث اللي بختم في كلامي، اللي هو أول شيء، خلوا ثقتكم بالله سبحانه وتعالى، وخلوا ثقتكم بالفريق الوطني، وثقتكم بنفسكم راح فعلا نواجه وننجح في التصدي ضد فيروس الكورونا. وأترك الآن المجال حق أختي الدكتورة جميلة، استشارة أمراض المعدية، تتكلم عن الحالات والوضع الصحي في مملكة البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا سعادة دكتور مناف. ساتطرق للحديث اليوم عن موضوع يعني مهم جدا. الاول كان البروتوكول العلاج المتبع اللي احنا في مملكه البحرين بدينا استخدامه على المرضى والمصابين بمرض الكوفيد 19، والجزء الثاني بيكون على الوضع الصحي للحالات القائمه لكوفيد 19 في مملكه البحرين. فيما يخص البروتوكول العلاجي لمرض او المصابين بكوفيد 19 في مملكة البحرين، احنا بدأنا باستخدام عدة أدوية، واللي هي أثبتت من خلال تجاربها في بعض الدول، خصوصا الدول السابقة إلينا واللي كانت عندها حالات كوفيد مثل الصين وكوريا، وجربوا بعض الأدوية وأثبتت فعاليتها. فاحنا في مملكة البحرين أضفنا طبعا في العلاج من البداية، من أول الحالات كان دواء الهيدروكسي كلوروكوين، ويمكن سمعتم في الأخبار على مدى الأسبوعين الماضيين كان تكلم أكثر الدول، حتى الأكثر دول تقدما في العالم، أن هيدروكسي كلوروكوين أثبت بعض الفعالية في علاج الحالات، خصوصا إذا بدأ في مرحلة متقدمة، ما تكون يعني تكون أعراض زائدة ولا يكون في التهاب رئوي شديد.
طبعا دواء الهيدروكسيكلوروكوين هو دواء ليس بالجديد، هو دواء يستخدم في علاج حالات الملاريا، قديم استخدمناه واستخدمنا ايضا في علاج بعض الحالات اللي هي امراض الروماتيزم والذئبه الحمراء، وفي له لانه يشتغل على جهاز المناعه والالتهابات في الجسم. استخدمناه في مرض الكوفيد او الحالات المصابه بالكوفيد في المرضى اللي كان عندهم موجب إصابة بالكوفيد، وحتى إذا كان ما عندهم أعراض كانت عندهم عوامل خطورة، وبعض الحالات يكون فيها التهاب رئوي بسيط في البداية، في بداية الإصابة بالمرض، وفعلا لاحظنا استجابة لعدد من المرضى وفعلا تعافيهم وخروجهم من المستشفى. وطبعا في مملكة البحرين احنا مستمرين في متابعة جميع الدراسات العلمية والبحوث اللي تطلع بطريقة دورية ومتسارعة في مجال علاج الكوفيد 19. بالنسبة للحالات القائمة الموجودة الحين في مملكة البحرين واللي تعافي موجودة في العزل والعلاج هي 200، والحجر الصحي هي 249 حالة. الحمد لله جميع هذه الحالات مستقرة، وبعض منها يتلقى العلاج بسبب وجود أعراض أو بسبب وجود حالات أو عوامل خطورة. عندنا بس واحدة حائلة، باستثناء حالة واحدة وهي في العناية القصوى، وإن شاء الله نتمنى للجميع الشفاء العاجل. بالنسبة إلى طبعا مثل ما تفضلت سعادة الوزيرة، طبعا للأسف الشديد كان عندنا حالة وفاة إلى مواطن بحريني يبلغ من العمر 78 عاما، ونحب نتقدم بالتعازي لأهله وذويه وأسرته ويلهمهم الصبر والسلوان. أحب في الخاتمة أن أجدد من طلبنا إلى الجميع بضرورة اتباع جميع الإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تتقدم بها الحملة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا، وأكد على النقطة اللي تفضلت بها سعادة الوزيرة والدكتور مناف، الشراكة المجتمعية لتطبيق جميع هذه الاحترازات لنستفيد منها في مملكة البحرين حفاظاً على سلامة الجميع، وشكراً. شكراً للسادة المتحدثين على هذا الإيجاز، ونفتح باب الأسئلة للسادة الصحفيين الذين يتابعون المؤتمر الصحفي عبر المنظومة الإلكترونية. السؤال الأول اللي بدور المالكي من صحيفة البلاد، طبعاً ذكرت سؤالين. السؤال الأول: حكومة مملكة البحرين قدمت تجربة عالمية ناجحة في احتواء فيروس كورونا. السؤال موجه لسعادة وزيرة الصحة: ما عدد الكوادر الوطنية والتمريضية والفنية العاملة منذ بداية العمل في التصدي للوباء، وآليات العمل لحماية العاملين في الصف الأول من الكوادر الطبية والتمريضية؟ السؤال الثاني: ماذا عن عمل وزارة الصحة والفريق الوطني في توفير وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة، وهل هي كافية في حالة زيادة الحالات؟ شكراً للأخت بدور على هذا السؤال. بالنسبة إلى الكوادر الطبية والتمريضية وجميع العاملين، جميعهم يعملون على مدار الساعة، يعني لا ما نستطيع أن نقول أن في شخص موجود في من الكوادر الطبية لا يعمل، فكل الكوادر الطبية الموجودين سواء كانوا في وزارة الصحة أو في المستشفيات الحكومية الأخرى من مستشفى الملك حمد الجامعي ومستشفى الدفاع، الجميع يعمل في إطار هذا الفريق الوطني، حتى الموظفين أيضاً اللي لهم أعمال أيضاً مرتبطة بالعمل الصحي، ليس فقط الأطباء، الكادر الصحي أيضاً مثل الموظفين الذين يعملون في إدارة الصحة العامة. فيما يخص بالنسبة للحماية الطواقم الطبية، فأترك المجال للدكتورة جميلة لتشرح كيفية حماية الكوادر الطبية بالنسبة إليهم. في الحمد لله يعني ما في عندنا أي أحد تعرض إلى أي مشكلة، فالدكتورة جميلة ممكن تشرح عن هذا الجانب. شكرا سعادة الوزيرة. بتطرق لنقطة اللي هو السؤال، كان جزء السؤال عن وجود اللي هو وحدات العناية القصوى، وفعلا طبعا هو من الخطة الأساسية اللي وضعت لمملكة البحرين من بداية الأمر قبل حتى توصل أول حالة، كان في خطة لوجود عدد معين من الأسرة اللي تكون موجودة لعدد للحجر أو للعزل الطبي والعزل الصحي وللعلاج، ومنها كانت توافر العدد الكافي من وحدات العناية القصوى والطاقم الطبي والتمريضي اللازم إليها. بالنسبة للنقطة الثانية
الأمانة تفضلت بها سعادة الوزيرة، بالنسبة لحماية الكوادر الطبية والتمريضية هي تتبع جميعها جميع القوانين والإرشادات اللي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، واللي هي تتبع نظام مكافحة العدوى، بحيث أن جميع هذه الطواقم الطبية والتمريضية أو أي أحد ممكن يكون في احنا نقول دائرة كونتات أو يباشر أحد المرضى أنه يلبس جميع البي بي إيز حسب البيرسونال بروتكتيف إيكوبمنت، يكون مستعد بلبس جميع أجهزة اللي هو الوقاية واتباع جميع التعليمات التابعة إلى مكافحة العدوى. والحمد لله إلى وقتنا الحاضر ما في أي طبيب أو ممرض أو أي عامل صحي في جميع المراكز قد تعرض أو تحول إلى حالة موجبة أو أصيبة بالمرض. نعم. السؤال الثاني ليارا ناصر من صحيفة أنباء اليوم، ذكرت سؤالين. هل ثبت أن السؤال الأول هل ثبت أن الأطفال دون التاسعة لديهم مناعة ضد المرض؟ السؤال الثاني، ماذا عن فعالية الدواء الذي استخدم في البحرين وحقق حالات شفاء ولله الحمد؟ دكتورة جميل. أوكي. بالنسبة للأطفال، طبعا الأطفال احنا بالنسبة للدراسات والحالات اللي كانت موجودة، احنا معظم المعلومات الموجودة الطبية كانت تعتمد على الحالات اللي كانت موجودة في الصين وممكن كوريا وبعض الدول، كان في انه الأطفال الأقل من 9 سنوات هم يصابون بالمرض، بس جدا نسبة قليلة من المجموع الكامل لعدد الحالات، وهذا اللي شفناه في مملكة البحرين، يصابون الأطفال، ما في أي أحد بأي سن بيكون عنده مناعة كاملة من الإصابة بالمرض، ولكن الأطفال بمناعتهم بجسمهم بالموجود عنده تعرضهم للمضاعفات أقل من كبار السن أو اللي عندهم عوارض أو عوامل خطورة. كان هذا بالنسبة للأطفال. وبالنسبة للدواء أنا يعني يمكن ذكرته في السابق أنه نفسه هذا دواء الهيدروكسيكلوروكوين واللي استخدمناه على عدد من الحالات واللي أثبت إلينا أنه ممكن يساهم في تقليل أعراض الإصابة بالمرض، وحتى أنه هو تحول المرضى من الموجب إلى السالب وشفائهم وخروجهم من مراكز العزل والعلاج. نعم. سؤال من وليد دياب من صحيفة أخبار الخليج، ذكر سؤالين أيضا. السؤال الأول، في ظل تطبيق منع تجمع أكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، نود معرفة مصير وسائل المواصلات العامة والعمل في القطاعات أو في قطاعات مثل القطاع العقاري الذي يتطلب تواجد عمالة كثيرة. السؤال الثاني، ما رأيكم في الحديث عن أجهزة للكشف عن الفيروس في وقت قصير، وهل يمكن أن يتم طرح مثل هذه الأجهزة في الأسواق للاستخدام الشخصي؟ طبعاً بالنسبة إلى المنع، هناك طبعاً تعليمات وتوجيهات أعطيت إلى بالنسبة إلى في المواصلات أو بالنسبة إلى اللي يعملون في المجال المشاريع الإنشائية والعقارية، تم توجيهها وتعليمات أعطيت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقوم بدورها بالتوعية والمتابعة مع المؤسسات والشركات المعنية بهذا الجانب، وأيضا الإشراف والمراقبة على يعني كل هذه الأمور المتعلقة في المجال الإنشائي، وأيضا في بالنسبة ما يتعلق بوسائل النقل أيضا هناك التباعد الاجتماعي بدأ بتطبيقه في الاستخدام في الباصات وسائل النقل العام، فأيضا في متابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأخرى في الدولة. بالنسبة إلى الأجهزة، أعتقد دكتور مناف عند الإجابة على توفر هالأجهزة. شكرا سعادة الوزيرة. بخصوص الكشف عن فيروس الكورونا، احنا ربي لك الحمد في بحرين عندنا نوعين من عملية الكشف. النوع الأساسي اللي هو الكشف عن الموروث الجيني اللي هو الجولد ستاندرد اللي هو موجود عندنا في مملكة البحرين. النوع الثاني اللي بعد مملكة البحرين كانت من أوائل الدول اللي استخدمت هذا النوع، اللي هو الكشف السريع لوجود فيروس الكورونا عن طريق نقطتين دم من الأصبع يأخذ 10 دقائق. طبقنا حين صار لنا تقريبا 2 أسبوع، وما زلنا في مرحلة نشوف كيفية استخدامها وكيفية صلاحيتها بمقارنة بوجود الموروث الجيني.
النوع الثالث اللي صراحة بعد أفتخر إنه بيكون موجود عندنا بعد مملكة البحرين، كانت من الدول اللي أحرصت على وجود هذا النوع، وهو الكشف الموروث الجيني، بس مدام يكون بمدة زمنية معينة بتكون أقل، خلال 45 دقيقة، كفاءتها عالية. الأجهزة موجودة في مملكة البحرين، إحنا بس ننتظر من الشركة المصنعة تورد لنا الكت، وإن شاء الله بتكون في الأيام القادمة. نعم. السؤال الرابع راجي من راجي جي دي ان. السؤال الأول، ذكر سؤالين. السؤال الأول: في ظل وجود ضغط كبير على خط الاتصال الخاص بفيروس كورونا 444، هل هناك وسائل اتصال أخرى؟ أما السؤال الثاني: ما هو أكبر تحدي تواجهه البحرين للحد من انتشار الفيروس، وكيف يمكن للمجتمع أن يساهم في ذلك؟ أتوقع السؤال الأول، فعلا يوجد هناك ضغط كبير على 444 بمعدل 6000 مكالمة يومية، الله يعطيهم العافية، الجماعة يستقبلونها. أنا أتوقع بوجود الموقع الإلكتروني لمعرفة النتيجة بتخفف ضغط كبير على الاتصالات، فهذا كانت أول طريقة أتوقع إن شاء الله بتكون فعلا ناجحة. اليوم وظفنا الحمد لله ما يقارب 40 طاقم طبي موجود في 444، تم تأهيلهم، هذا إن شاء الله بعد بيسرع من عملية الأسئلة من الجانب الطبي. الشق الثاني كان بخصوص: ما هو أكبر تحدي تواجهه البحرين للحد من انتشار الفيروس، وكيف يمكن للمجتمع أن يساهم في ذلك؟ والله يعني أنا أقول كأكبر تحدي إحنا يعني نواجهه، يعني أنا أحس بارتياح صراحة على هالخمسة أسابيع فعلا، مع حتى مع ازدياد الحالات اللي موجودة، لكن قاعد أشوف الثمرات اللي بنيناها من أول مرحلة. أتوقع المرحلة الكبرى بتقع على عاتق المجتمع الآن، اللي هو التزامه بالنصائح، ثقته بالفريق الطبي، ثقته بالمصادر الرئيسية، عدم توريد الشائعات. هذا بتكون هو التحدي الأكبر، واللي أنا متأكد إن شاء الله أن المجتمع البحريني قدها وقدود إن شاء الله. السؤال من سيدراج ستار فيجن. سؤال: هل هناك خطة للاستفادة من المتطوعين الذين سجلوا للتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؟ طبعا يعني ما شاء الله يمكن أكثر من 30,000 متطوع في تقدموا في بدأ العملية الفرز. احنا ذكرنا في المؤتمر السابق ان في مرحلة الفرز وتحديد التخصصات حتى يتم توزيعهم، والآن في تقريبا أكثر من 5,000 متطوع يعملون مع في الخدمات الصحية والطبية مع وزارة الصحة، وهناك أيضا مع الدفاع المدني، يعني يمكن تقريبا حدود 10,000 متطوع انضموا إلى هذا الجهاز، وفي يعني بمراحل يتم الاستعانة بكل المتطوعين أول بأول حسب الاحتياجات مثل ما ذكرنا سابقا بالنسبة للمتطوعين. واحنا طبعا يعني في بهاي المناسبه يعني نقدم شكرنا وجزي يعني لكل المتطوعين، وطبعا هذا عشمنا في يعني المواطنين والمقيمين اللي سارعوا بالتقدم يعني للتطوع، وليس بغريب عليهم في مثل هذه الظروف، واحنا ان شاء الله يعني تاكيد ان احنا بنستفيد من دورهم في مواجهه هذا الفيروس ان شاء الله. شكرا. نعم. السؤال السادس لرشا الإبراهيم من وكالة أنباء البحرين، ذكرت سؤالين أيضا. السؤال الأول: هل سيساهم موضوع الحد من التجمعات في انحسار الإصابة وانتشار المرض، وكم النسبة المئوية في خفض انتشار الإصابة في حال المكوث في المنزل وعدم الاختلاط في تقديركم؟ السؤال الثاني: أعلن رئيس الأمن العام في مؤتمر صحفي سابق عن متابعة وتقفي أثر المخالطين، ما هي نتائج تلك العمليات؟ طبعاً يعني أكيد بالنسبة إلى إحنا مثل ممكن الدكتور مناف أشار إلى دور المجتمع، بيكون إلى دور مساهم في الحد من التجمعات، وهذا طبعاً ما إحنا يمكن ذكرناه في كذا مؤتمر، وأيضاً من خلال المؤتمر اليوم اللي أشرنا إليه، ومن خلال القرارات اللي صدرت وتم تعميمها بخصوص التجمعات،
وطبعا احنا في مراقبتنا وملاحظتنا لاحظنا فعلا هناك استجابة من المجتمع لما يصدر من قرارات، وهي طبعا يشكرون عليه لانها هي في النهاية لصحة المجتمع. يعني في طبعا ما يخص بالنسبة الى تقفي يعني اثر الاصابات، هذا في من خلال المتابعة المستمرة في الأجهزة من خلال متابعتهم، وأعتقد دكتور مناف عنده بالتفصيل في قضية متابعة الحالات اللي يتم الحجر المنزلي لهم، يعني في كيفية المتابعة معهم. خصوص متابعة حالات المخالطين للحالات القائمة، هناك فريق متخصص لحصرها. الهدف هو واحد، الهدف هو منع حدوث أو انتشار حالات داخل المجتمع غير معروف مصدر الفيروس، وهذا دائما نأكد عليها في كذا مرة. جميع الحالات الحالية الموجودة هي لحالات مخالطين لحالات قائمة، لكن الحمد لله لم تجد عندنا حالات لم نعرف مصدر الفيروس. إذا كان هناك حالتين ما زلنا نعمل لها التحريات. فريق عدد كبير يقوم بعمل التحريات متخصصة لكشف جميع المخالطين، وهذه هي أحد الأسباب صراحة اللي بتشوفون في ازدياد الأعداد، لأن كل ما زادت عملية الفحوصات للمخالطين معناته إحنا قاعد نكشف عليها، معناته إحنا قاعد نحصرها بقدر الإمكان. فزياد الحالات لا تعني أن هناك تفشي أو هناك مشكلة، لكن هي تدل على أن هناك حرص من الفريق الطبي أن نتابع أي حالة في نفس الوقت. المخالطين ترى على فكرة اتباع حالات المخالطين، إذا عرفنا أول حالة قائمة يعني إحنا ممكن نعرف مصدر المخالطين في ساعات معدودة، يعني ساعة ساعتين نحصر العدد. فبصراحة أنا جدا مطمئن من ناحية متابعة المخالطين، وهذا اللي أنا أكده. دخلنا الخامس الأسبوع والحمد لله رب لك الحمد، لم يكن هناك تفشي في وباء الفيروس مثل ما شفنا في بعض الدول. السؤال السابع نشاد يسأل، هناك عدد من السوبر ماركت لم تلتزم بتعليمات التباعد الاجتماعي، ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تطبيق هذه التعليمات؟ طبعاً بالنسبة إلى المحلات التجارية والسوبر ماركت، ويعني اللي هي اللي ذكرناها اللي هي المسموح أنها تفتح، خاصة الهايبر ماركت واللي تقدم المواد الغذائية، تم وضع شروط لها للتباعد في بالنسبة إلى في كل محل من المحال. ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بإعطاء هذه التعليمات وتشرف وتراقب على هذا المحال في قضية التباعد، واللي احنا ذكرنا أن من بداية من اليوم عندما تغلق كل هذه المحلات يصبح إلزامي على الجميع أن أيضا حتى في المحلات اللي راح تفتح أنها تأخذ هذه المسافات ما بين يعني الشخص والشخص الآخر من خلال وضع علامات، وهناك توجيهات وتعليمات لكل المحلات، وبدأت فعلا في بعض المحلات أن تقوم بهذا الشيء في المحلات اللي ذكرناها اللي هي اللي بتكون مفتوحة مثل السوبر ماركت والبرادات والمخابز. هذه بتكون إليها آلية فمتابعتها من خلال هذه المسافات اللي بين الشخص والآخر. نعم. سؤال من عبيد السهيمي من جريدة الشرق الأوسط يسأل، متى يكتمل إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران، وهل العدد 1800؟ طبعاً بالنسبة يمكن يعني البارحة بمساء يوم أمس يمكن الرحلة الثانية اللي هي وصلت، وهناك برنامج إن شاء الله يكون في متابعة للإجلاء من مختلف الدول، ومن ضمنهم إن شاء الله إيران في إطار البرنامج اللي تم إجلائهم من وصولهم إن شاء الله بالسلامة البحرين إن شاء الله.
تمام أبو صافي من صحيفة الأيام تسأل لماذا لا يتم إطلاق رقم حساب بنكي للتبرع لدعم المجهود الصحي في هذه المرحلة الاستثنائية التي نمر بها. نريد جميعا مواطنين ومقيمين أن نقف لجانب البحرين التي لم تقصر معنا يوما. السؤال الثاني، سمحتم للمستشفيات الخاصة بعلاج مرضى كورونا وفق اشتراطات ومعايير وزارة الصحة، هل بوالص التأمين الصحي تغطي تكلفة علاج هذا المرض؟ طبعا بالنسبه الى يعني احنا يمكن ذكرنا في السابق ان هناك يعني بالنسبه ما يتعلق بفتح حساب خاص، ذكرنا احنا نمشي حسب قراراتنا بتكون لازم مدروسه، فان شاء الله لما يكون يعني في يعني هذا المجال انه يدرس ويصدر فيه توجيه او قرار بالنسبه الى موضوع التبرعات. لكن هناك جهات عديدة يمكن بادرت وساهمت يعني بتقديم تبرعاتها، وهم مشكورين على هذا الجانب، لأن في مثل ما نقول إحنا النخوة المجتمعية موجودة عند المواطنين، وإن شاء الله وإحنا طبعا حكومتنا الرشيدة يعني ما قصرت في توفير كافة المستلزمات وكافة الاحتياجات، وإذا في أي تطور فيما بعد إن شاء يعني أكيد بيكون بيتم دراسة هذا الجانب. طبعاً ما يتعلق بالسؤال الثاني عن بس حتى أتذكر عن مرضى السرطان، سمحتم للمستشفيات الخاصة بعلاج مرضى المستشفيات الخاصة اللي يغطيهم التأمين الصحي أو لا؟ بخصوص المستشفيات الخاصة، نعم تم هناك تنسيق معهم. الآلية ما زالت يعني موضوع لقيد الدراسة، تطرقنا على جميع مراحل إذا كان بيشملها التأمين ولا لا، فهي ما زالت قيد الدراسة إلى الآن. نعم، سؤال من الصحفي محمد النحاس من الأسرة العربية، ذكر هل هناك خطة ممنهجة لتوصيل الأدوية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير خط ساخن، وذلك لعدم تكدس المرضى على صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية؟ هو نعم، يمكن في بعض المستشفيات يعني هاي الموضوع باديتنا من زمان، يعني قبل وجود يعني فيروس الكورونا، مثل مستشفى الدفاع وأيضا مستشفى الملك حمد. وايضا هناك ايضا دراسه ان احنا ايضا راح يتم ان شاء الله عن طريق توصيل الادويه بدل ما انهم يروحوا للمستشفيات او المراكز، الان في دراسه ايضا لهذا في ان شاء الله في القريب يتم هذا الامر ان شاء الله. سارة البدري قناة الإخبارية السعودية ذكرت سؤالين، ما هو عدد الحالات المحلية القائمة؟ السؤال الثاني، وماذا عن الدفعة الثانية من المواطنين القادمين ضمن خطة الإجلاء، كم عددهم وهل تم رصد حالات مصابة بالفيروس منهم؟ بالنسبة حق عدد الحالات القائمة، صراحة الحين أنا ما أذكر الرقم، بس موجود هذا الرقم في موقع رسمي وزارة الصحة، يتغير. بخصوص السؤال الثاني، أتوقع سعادة يعني الوزيرة تكلمت عن هالموضوع ضمن خطة الإجلاء. نفس السؤال يعني هناك آلية لإجلاهم إن شاء الله. نعم، أيضا هناك أيضا سؤال آخر، الصحفي لم يذكر اسمه، ماذا عن الدفعة الثانية القادمة من إيران وما هي نتائج الفحص لها؟ نتائج الفحص بالنسبة إلى الطائرة اللي وصلت مساء الأمس، طبعا من هم اللي كانوا على متن الطائرة 63 مسافر، وعدد الحالات تقريبا احنا نتكلم على تقريبا 30% من الموجودين على متن الطائرة كانوا مصابين بالفيروس، وحين يتلقون العلاج سواء كانوا موجودين في مراكز العزل الصحي أو في الحجر الصحي. السادة المتحدثين، هل هناك أي إضافة قبل الختام؟ شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. كل الشكر والتقدير للسادة المتحدثين على ما تفضلوا به خلال هذا المؤتمر الصحفي من إيجاز وإجابات لأسئلة الأخوة الصحفيين، كما أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.